هي زينة ما قالتلكيش ولا ايه؟ تقولي ايه؟ ما قالتلكيش؟ ما قالتليش تقولي ايه؟ ان جوزها جه الشركه جوزها اللي هو معاها دي جه الشركه وشفنا له شغلانه هناك. بجد؟ اه والله. وشريف ما كانش حابب يشغله اساسا، بس انا قلت لا ده تبعنا لازم نشغله، وعينته في العلاقات العاميه العامة. طب هو خلاص هو شريف وافق على حاجه زي كده؟ شريف ما يقدرش يتني لي كلمه يا ياسمين. انا كلمتي في الشركه يا ياسمين والحمد لله ملهاش لازمه خالص، محدش يقدر يكسرها. بقول لك ايه يا سويلم، هو مش غريبه انه زينه ما تجيبليش سير عن الموضوع ده؟ ما غريبه للشيطان يا ياسمين، زينه دي تلاقيها نسيت، انت عارفه دي لو لبست بوت بتنسى الدنيا كلها. معاك حق. معلش، انت صحيح كنت كلمتيني كنت عايزاني في ايه؟ مش فاكره. لا كنت قلت لي حاجه بخصوص ايوه بخصوص دنيا. انا كنت عايزه اقول لك يعني خلي بالك من دنيا. بقول لك ايه؟ ايه؟ طب هي زينه امتى قالت لك ان هي عايزه تشغل جوزها؟ امتى بالظبط؟ قبل القصه العفشه اللي انت عاملاها دي، ايه اللي انت عاملاه في شعرك ده؟ دي اولا يعني ايه عفشه مبدئيا؟ عفشه يعني زباله. دي حلوه جدا، انت مش فاهم، دي لسه نازله على الانستجرام. دي قصه النافوره اللي في البسين يا بنتي. وبعدين ايه دي؟ ايه دي؟ يا خبر ابيض، ده احنا نروح البلد على شعرك والله. اوعى انت مش فاهم اصلا، دي جميله جدا ولايقه عليا على فكره. يلا ما دام مبسوطه خلاص مش مشكله. زينه بقى امتى قالت لك بالظبط ان هي عايزه تشغل جوزها؟ بعدين مش لازم كل حاجه تعرفيها يا ياسمين، في ايه؟